ديال الجهه بانهم يدير واحد الوقفه ضد الضمان الاجتماعي نظرا للتعسفات اللي كتقوم بها الضمان الاجتماعي ديال الحجوزات ديال الناس الكونت ديالهم كيحجزوا لهم الممتلكات ديالهم والروجيست كوميرس. هذه راه كارثه، وهذا بما ادى الى اغلاق 1450 مقهى والى افلاس اكثر من 500 شركه. هذه كارثه بالنسبه لجهه فاس مكناس. هذا علاش الاخوان ديالنا بغاو ينبهوا الاخوان ديال الضمان الاجتماعي بان راه كاين خطر، هذا الخطر بغا يؤديهم يعني اذا قررنا بهذه الوقفه لما نجحش غندير وقفه وطنيه ان شاء الله، ولا ان شاء الله مور الوقفه نديروا اضراب عام الاغلاق، لان كما قلنا رحنا كيف رحنا شادين شاد، لان بنادم باش يدير 20 30 مليون ديال البيبي راه كارثه عظمى. اليوم جينا لهذه الوقفه احتجاجيه على التوغل ديال الضمان الاجتماعي على القطاع ديال ارباب المقاهي والمطاعم. اسباب هذه الوقفه هذه هي الضعائر والغرامات اللي تعيشها هذا القطاع هذا ارباب المقاهي والمطاعم على الصعيد الوطني وعلى الصعيد المحلي. التوغل ديال الضمان الاجتماعي هو سبب لهذا، لحنا منذ جائحه كورونا وقبل جائحه كورونا حنا تنعيش ازمات قلبيه وسكتة قلبية كذلك. اليوم تنطلبوا الحوار مع المؤسسات المعنية، وتنطلبوا السيدة الوزيرة وزيرة الاقتصاد والمالية من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار لحل المشكل الذي يعاني منه أرباب المقاهي والمطاعم، اللي هو مشكل عويص وعويص جدا. كما قلت لكم إضافة إلى ذلك الضرائب المحلية والجبايات المحلية كذلك والوطنية لتعيشها تراكمات لتعيشها هذا القطاع هذا، إضافة إلى الغرامات والضعائر ديال الضمان الاجتماعي. حنا اليوم سيدنا الله ينصرو دار الدولة الاجتماعية، حنا مستعدين نجحوا الدولة الاجتماعية، ولكن بواحد الطريقة اللي هي كتناسب والإمكانيات ديالنا كاملين، ماشي كيتعاملوا معنا بقوانين ديال 1912 ديال الظاهر البربري ديال الاستعمار. حنا اليوم من المغرب الحمد لله غادي ننظم كأس العالم، ماشي هو 1912، دابا حكومة المغرب راه في مستوى الحكومات الرائدة في العالم، ولهذا كنتمناو حتى الإدارة المغربية تتعامل معنا بشوية ديال السلاسة. حنا قرينا في العام الأول ديال الجامعة المرور السلس من دولة الغابة إلى دولة القانون، حنا مستعدين نمشيو معاهم درجة درجة ونحلوا المشاكل ضربة ضربة. المكاتب ديال فاس الحمد لله كتعامل معنا وفاتح لنا البيبان، لا المدير الجهوي لا المدير الإقليمي ولا الطاقم اللي معاه كله كيسمعنا، ولكن فوق طاقتي كل هالقرارات كتجي من الدار البيضاء مركزية، هاد الناس غير كينفذوا، ولهذا حنا كنطلبوا من الناس باش يغيروا معنا القانون. ديك 5 مليون غرامة اللي كنخلصوا على كل واحد مصر حنا شبيه راه ما خصهاش تكون، راه ما بقاش. دابا راه البروس إلا وقع لك راه كتسلحو وكترنجافي وكتعامل معاه بواحد الطريقه اللي هي سلسه، ماشي غير تجيو تلصق ليا الظلم، اللهم لا هذا منكر. دايرين هذه الوقفه هذه لان كي تيقولوا الجنوي وصل العظم. هاد الناس هادو هاد القطاع بغاو يدمروه، لا من ناحيه الضمان الاجتماعي، كاين مراجعات واحد داك الشيء مهول، داك الشيء كثير يعني عدد ديال القهاوي عندها مراجعات، والجماعه والضريبه جمعوا من كورونا لهنايا هاد القطاع تدمر. دابا هاد الناس داروا مراجعات، ما كاينش المحل تقريبا 60% عندها مراجعات، يعني دابا دخلوا لي كونط تيحبسوا الناس الفلوس ديالها وتيحجزوا على المحلات، يعني هاد الشيء هذا هاد القطاع بغاو يدمروه. انا تنستغرب لهاد الناس هادو، يعني باش يشجعوا القطاع اللي هو هز واحد 300 ولا 400 الف ولا 500 الف يعني عمال تيشتغلوا في هاد القطاع هذا، باش هما يشجعوه هاد الناس يدمروه. واش صاحب مقهى تيخلص 26 يوم تيخلص، تيقولوا له تخلص 26 يوم تيخلص الديكلاراسيون بلان طاريف، ما تيتخلصوا حتى شي واحد اللي تيخلصوا صحاب المقاهي، يعني تقال الكاهل ديالهم ما بقاوش عندهم باش يخلصوا. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.